حفل تكريم الدكتور العلامة الدكتور أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية سابقا. يعني تحدثوا عن في هذا التكريم عن حياته العلمية وحياته العملية مرورا بالقضاء إلى المحاماة إلى أيضا ما يسمى بالإدارة دار الحديث الحسنية، لكن أنا سأتحدث عن جانب شخصي للمدير أحمد الخمليشي. نحن نراه كطلبة اتحاد في اتحاد طلبة الأجانب، نراه أبا ونراه جدا، فكان دائما حينما نتواصل معه نجده أنه يعني يتحدث معنا بكل لطف وبكل إنسانية، فهو يرانا دائما يعني أحفاد، لا أقول أباء لأن الأب أحيانا يكون صارما، لكن هو يتعامل معنا كجد، فهكذا كان يتعامل معنا خلال 10 سنوات. أنا قضيت ما يمكن 6-7 سنوات في دار الحديث من الماستر إلى الدكتورة وتخرجت، فكان بيني وبينهم مواقف كثيرة في الجانب الإنساني، وحتى الطلبة حينما كانوا يعانون من قضية بما يسمى المنح وما إلى ذلك دائما كان يتدخل، كان يتصل بكبار المسؤولين وكان يسأل ويستفسر، وإذا كان الطالب مريضا كان دائما حريص على كل التفاصيل، فلذا قلت كان يتعامل معنا كجد، فهذا الجانب يبقى معنا إلى قيام الساعة. فهو رجل فعلا رجل دولة رجل علم، لكن في نفس الوقت أيضا عنده جانب إنساني كبير جدا، ونتمنى له طول العمر وأن نستفيد أيضا من خبراته السابقة. والسلام عليكم. نحن نجتمع اليوم في حفل تكريم الأستاذ العلامة الدكتور أحمد الخمليشي حفظه الله لما جاد به على هذه المؤسسة من خير كثير خلال السنوات 23 التي قضاها مديرا على رأس المؤسسة، وهو يعني أنا أحد الأجيال التي درست بالمؤسسة، ولا يمكن للكلمات أن توفيه حقه ومستحقه، لأن له فضلا كبيرا على المستوى في ناحية الإدارة، في ناحية التسيير، في ناحية البحث، في ناحية التكوين، وكان بالنسبة لنا المرشد، كان بالنسبة لنا الأب الذي اجتمع فيه حرص الوالد مع حلمه مع عطفه مع يعني حكمته في تسيير أمور المؤسسة. فيعني هذا الحفل هو بمثابة يعني عربون صغير من ناحية الزمن والمكان والحجم، لكنه لعله يعني يبلغ رسالة لهذا الوالد لما له علينا من فضل كبير ولما له علينا من أياد بيضاء علينا وعلى غيرنا من الأجيال التي مرت قبلنا في هذه المؤسسة. يعني فقد تعاقبت أجيال كثيرة في دار الحديث الحسنية كلها مرت تحت إدارة الأستاذ الدكتور أحمد الخمليشي، وكلها نالت من معينه وكلها استفادت من حكمته ومن علمه، وكلها يعني لمست في ذلك الرجل العطوف المحب الحريص على الخير لطلبته ولجميع الباحثين والدارسين، وهذا أمر لم يكن يخص به الطلبة بل يشهد له به جميع منتسبو الدار من أساتذة موظفين وخريجين.